أهلا بيكم في فيلم جديد. بتبدأ أحداث الفيلم بتاعنا في غابة أرض العزة في أفريقيا، وبنشوف عدد كبير من الحيوانات وهم عايشين في هدوء وفي سلام، وبنشوف ملك الغابة العادل الملك موفاسا وهو متحمس ومبسوط. بيكون اليوم ده مميز في تاريخ الغابة، وده لأن الملك موفاسا بيقدم ابن الصغير سيمبا للغابة، وبنعرف إن هو هيكون الملك القادم للغابة. بتتجمع كل الحيوانات قدام عرين الملك، وبيتقدم القرد رفيق، وبياخد الأمير سيمبا وبيقدمه لكل الحيوانات. بنروح بعد كده لمكان تاني وبنشوف فار وهو بيدخل للعرين، وبيكون عرين الأسد سكار، وبنعرف إن هو أخو الملك موفاسا، وإن هو ما حضرش مراسم الاحتفال، وده لأنه مش هيكون الملك بأي طريقة. بيتكلم سكار مع الفار وبيقول له إنه رغم إنه أسد إلا إن حياته بتشبه بالظبط حياة الفار، وده لأنه عايش في الضلمة وعلى فتات الأكل. بيظهر بعدها زازو مرسول من الملك موفاسا، وبيبلغ سكار إن هو غضبان منه جدا لأنه محضرش مراسم الاحتفال، ولكن سكار ما بيهتمش بكلامه وبيفكر إن هو يهجم عليه وياكله. ولكن فجأة بيظهر الملك موفاسا وبيحاول إن هو يتكلم مع سكار، فبيعترضه موفاسا وبيهدده إن هو يعاقبه لو تجاهل كلامه مرة تانية، وبيفكره إن سيمبا هيكون الملك بتاعه، والكلام ده هيحصل لما يكبر. فبيتريق سكار وبيقول له عاش الملك، وبيسيبه وبيمشي. بيتكلم زازو مع الملك موفاسا وبينصحه ان هو يطرد سكار بره المملكه لانه شاكك ان هو هيخونه، ولكن موفاسا بيقول له ان ارض العزه من حق سكار زيه بالظبط، وان هو ما يقدرش يعمل كده مع اخوه. بتعدي الايام بعد كده وبيكبر سيمبا وبيكون صاحي نشيط، وبيصحي والده الملك علشان يفسحه في الغابه زي ما كان وعده، ولكن الملك بياخده لصخره عاليه جدا، وبيعرف سيمبا حدود المملكه وبيقول له ان اي مكان بتوصله الشمس قدام عينيهم هو تابع لارض العزه. بيبدا بعد كده يدي لسيمبا باقي النصايح، ولكن سيمبا بيساله عن المكان المظلم اللي ظاهر من بعيد، وهنا بيحذره موفاسا انه يروح للمكان ده لانه خارج حدود مملكته. بيوصل بعد كده زازو وبيقول للملك على كل اخبار الغابه، ولكن موفاسا بيكون مركز في تعليم سيمبا وبيطلب منه ان هو ينقض على زازو ويمسكه من غير ما يحس بيه، وفعلا بينجح سيمبا وبيطير زازو بعدها بعيد. ولكن فجاه بنلاقي ان زازو بيرجع مره تانيه وبيبلغ موفاسا ان الضباع عملت حملات هجوم على الحيوانات في الغابه، فبيطلب موفاسا من سيمبا ان هو يرجع للكهف بتاعهم وبيروح علشان يدافع عن الحيوانات ضد الضباع. بيرجع سيمبا بعد كده وهو زعلان لانه ما راحش مع موفاسا، وبيفضل يجري ورا الحشرات في الغابه لحد ما بيوصل للمكان اللي فيه سكار، وبيتكلم مع عمه وبيقول له ان موفاسا قال له انه هيكون ملك الغابه لما يكبر. بيتكلم مع سكار بعد كده وبيقول له ان اكيد موفاسا لسه ما حكالوش عن مقبره الافيال اللي موجوده في اخر الغابه، لان المكان ده ما يقدرش يروحه غير الشجعان وبس، وبيطلب منه ان هو ما يقولش لحد انه حكاله عن ارض الافيال. بيروح بعد كده سيمبا لصديقته نالا وبياخدها من الكهف بحجة ان هم يلعبوا مع بعض، ولكنهم في الطريق بيبدأ سيمبا يقول لها انه عاوزها تروح معاه لأرض الأفيال، ولكنها بتحذره لأن المكان ده خطر جدا. بيقابلهم بعدها زازو اللي بيقول لهم ان هو عارف هم عاوزين يوصلوا فين، وبيحاول ان هو يمنحهم، ولكنهم بيفضلوا يجروا بين الحيوانات لحد ما بيوصلوا لحدود المملكة، وبيرجع زازو بسرعة علشان يبلغ الملك موفاسا باللي حصل، وبنلاقي ان سيمبا ونالا بيكونوا جوه أرض الأفيال. بيكون المكان مخيف جدا وكله هياكل عظمية، وبيبدأ سيمبا ان هو يلف في المكان ويستكشفه، وبتبدأ نالا انها تحس بالقلق وبتحاول انها تقنعه ان هم يرجعوا، ولكن سيمبا بيكون مصمم ان هو يلف في المكان كله، وبيكملوا استكشاف لأرض الأفيال مع بعض. ولكن فجأة بيحسوا بصوت حاجة، وبنشوف الضباع المفترسة وهي بتبدأ تظهر بأعداد كبيرة وبتحصرهم. بتظهر بعد كده زعيمة الضباع اللي بتتكلم مع سيمبا وبتقوله إنها مستنية الفرصة دي من مدة كبيرة، وبتقوله إن قوانين الملك موفاسا ما بتطبقش في أرض الضباع. بيوصل فجأة زازو وبيتكلم مع زعيمة الضباع وبيقول لها إن سيمبا غلط لأنه تعدى حدود المملكة ودخل لأرضهم، وبيحذرها إنها تهاجمه لأنها كده هتدخل في حرب مع الملك موفاسا، ولكنها بتتجاهل تهديده وبتهجم على سيمبا ونالا، لكنهم بيقدروا إن هم يهربوا منها بصعوبة، وبيدخلوا جوه نفق، ولكن لما بيطلعوا منه بيلاقوا إن الضباع موجودة في المكان كله ومحصراه بالكامل. بيزقر سيمبا فيهم لكنهم بيتريقوا لأنه صوته لسه مش قوي، ولكن فجأة بيظهر الملك موفاسا وبيتخضوا لما بيسمعوا زئيره، وبيهاجمهم وبيحمي سيمبا ونالا، وبيتكلم بعدها مع زعيمة الضباع بكل غيظ وبيقول لها إن ده آخر تحذير ليها، لكنها بتعتذر له وبتقول له إن هم مش هيقربوا لسيمبا مرة تانية. بيطلب موفاسا من زازو إن هو يوصل نالا لبيتها، وبيتكلم موفاسا مع سيمبا وبيقول له إن هو زعلان منه لأنه عرض حياته وحياة نالا للخطر،
فبيقول سيمبا انه عاوز يثبت له ان هو ما بيخافش، ولكن موفاسا بيقول له انه طبيعي انه يخاف، وانه خاف النهارده جدا عليه لما وصل لارض الضباع، وما بيرضاش ان هو يقسى عليه اكتر من كده، وبيبدا يلعب معاه. بيساله سيمبا اذا كان هيفضل جنبه على طول ولا لا، وهنا بيقول له موفاسا عن حكايه حكاها له والده، وبيقول له ان كل نجمه في السماء هي عباره عن حد بنحبه، وبيقول له ان كل لما يحتاجه وما يلاقوهوش جنبه يبص للنجوم في السماء وهو اكيد هيلاقيه. وبالليل بنشوف سكار وهو بيروح للضباع وبيتكلم مع الزعيمه، وبيكون متضايق لان هم ما اكلوش الشبلين الصغيرين، وبتقول له زعيمه الضباع ان هم هيخلصوا عليه هو، لكن سكار بيقول لهم ان هم ممكن ياكلوا مرتين بدل مره واحده، وبيوعدهم ان هو هيرجعهم مره تانيه لارض العزه. ولما بتقول له زعيمه الضباع ان ارض العزه تحت حكم موفاسا مش تحت حكمه، فبنتفاجئ ان هو بيقول لها انه حط خطه علشان يتخلص من موفاسا ويكون هو الملك، وبيشرح للضباع الخطة بتاعته بالتفصيل. وفي تاني يوم بيستدرج سكار سيمبا للوادي وبيقوله انه هيعلمه الزئير، وبيقوله انه كان بيجي هنا علشان يتعلم الزئير مع موفاسا، وبعدها بيسيبه وبيمشي وبيقوله انه هيرجع له حالا. بيبدأوا فعلا ينفذوا الخطة بتاعتهم، وبتبدأ الضباع انها تهاجم قطيع الجاموس الوحشي اللي بيجري ناحية سيمبا، وبتكون الخطة ان هم يدوسوا عليه ويقتلوه، ولكن سيمبا بيفضل يجري مع القطيع لحد ما بيلاقي غصن شجرة عالي فبيطلع فوقه. بيجري سكار بعد كده على موفاسا وبيبلغه ان الضباع هجمت على الجاموس الوحشي، وان سيمبا في الوادي لوحده، وبيجري موفاسا وبيسبقه زازو اللي بيقدر ان هو يحدد مكان سيمبا ويبلغ بيه موفاسا. بيجري موفاسا بعد كده وبيقدر ان هو يوصل لسيمبا وبيشيله المكان عالي وامان، ولكن بيجي واحد من الجاموس الوحشي وبيرمي موفاسا لقدام شويه. بيحاول بعد كده موفاسا ان هو يتسلق الجبل علشان يوصل لسيمبا، ولكن فجاه بيلاقي قدامه سكار. لما بيطلب مساعدته بيقول له سكار انه السبب في كل اللي بيحصل في ارض العزه، وان هو لازم يموت، وفعلا بيضربه في المخالب بتاعته وبيقع موفاسا من على الجبل وبيموت. بيكون سيمبا شايف موفاسا وهو بيقع من الجبل، ولكنه ما بيكونش شايف اللي عمله سكار. بيخلص هجوم الضباع على الوحوش وبيجري سيمبا على موفاسا وبيحاول ان هو يصحيه، ولكن بيكون مات طبعا. وبيجي سكار بعد كده وبيقول له ان هو السبب في موت موفاسا، ولو بقى الملك الحيوانات هتفتكر ان هو قتل ابوه علشان يكون الملك مكانه. ولما بيسألوا سيمبا عن الحل الممكن ايه، فبيقول له سكار ان الحل الوحيد ان هو يهرب وما يرجعش لارض العزة مرة تانية، وفعلا بيجري سيمبا علشان يهرب من الغابة. وبتظهر الضباع بعد كده اللي بيأمرهم سكار ان هم يلحقوا سيمبا ويقتلوه، وفعلا بيجروا وراه وبيطردوه لحد لما بيقع من على الجبل. بتأمر زعيمة الضباع الاتنين اللي معاها ان هم ينزلوا ويتأكدوا ان هو مات، وبتسيبهم وبتمشي، ولكن واحد فيهم بيقول للتاني انه استحالة حد يقع من الارتفاع ده ويفضل عايش، وبيروحوا يأكدوا لها ان هو مات من غير ما ينزلوا يشوفوا بنفسهم. وبيكون سيمبا اتعلق في جذع شجرة وبيكون لسه ما ماتش. بيجمع سكار باقي الأسود وبيقول لهم إن موفاسا مات، وإن كمان سيمبا مات، وبكده هيكون هو ملك أرض العزة الجديد. وكمان بيقول لهم إنه هيستعين بالضباع في حكمه، وبيكون كل الأسود طبعاً رافضة الفكرة دي، ولكن سكار هو الملك فلازم يسمعوا أوامره. في الوقت ده بنشوف سيمبا وهو بيخرج في الصحراء وبيبدأ يحس بالعطش الشديد وبيغمى عليه. بيتجمع عليه مجموعة من النسور وبيبدأوا إن هم ياكلوه، ولكن بيظهر من بعيد تيمون وبومبا اللي بيبعدوا النسور عنه وبينقذوه، ومن الوقت ده بيكون تيمون وبومبا أصحاب سيمبا المقربين. بيحكي لهم بعد كده سيمبا حكايته وبيقول لهم إن هو حاسس إن هو السبب في اللي حصل لموفاسا، وبيقول لهم إنه نفسه يرجع بالزمن علشان يصلح الماضي، ولكن تيمون بيقول له إن محدش يقدر يغير الماضي، ولكن يقدر إن هو يغير من المستقبل، وبيعرفوه كلمة هاكونا ماتاتا، واللي بيكون معناها انسى الهموم وكل اللي فات ورا ظهرك. بيعيش سيمبا معاهم لحد ما بيكبر وبيكونوا صحاب جدا. وبنرجع لسكار اللي بيكون خرب ارض العزة هو والضباع، وبنعرف ان والدة سيمبا بتكون رافضة انها تعترف بسكار كملك. بتكون نالا هي كمان كبرت وبتكره انها تفضل في الغابة تحت حكم سكار، وفعلا بتسيب الغابة بالليل وبتهرب. وبنشوف سيمبا وهو بيبص في السماء وبيفتكر كلام والده إن كل الملوك اللي حكموا الغابة موجودين في السماء، وإن النجوم دي هتفكروا بيهم. بيطير شعر من جسم سيمبا وبيقع في النهر، وبياخدها طائر يحطها في العش بتاعه، ولكنها بتقع
وبتيجي نملة وتاخدها لفوق الشجرة اللي بيكون عليها القرد رفيق، اللي لما بيشوفها بيعرف إنها من جسم سيمبا، وبيكون هو أول واحد يعرف إن سيمبا لسه ما ماتش. وفي يوم بيكون تيمون وبومبا بيلعبوا في الغابة، ولكن فجأة بتظهر نالا وبتبدأ إنها تهاجم بومبا اللي بيحاول إن هو يهرب منها، ولكنها بتمسكه وكانت هتاكله. ولكن فجأة بيظهر سيمبا وبيهاجمها، ولكنها بتكسبه بنفس الطريقة اللي كانت بتكسبه بيها وهم صغيرين، فبيعرف إنها نالا اللي بتكون مش مصدقة إنها لقت سيمبا مرة تانية، وبتطلب منه نالا إنه يرجع مرة تانية لأرض العزة، ولكنه بيرفض وبيقول لها إن ده هو المكان الجديد بتاعه ومش هيقدر إن هو يسيبه، فبتحاول بعد كده إنها تقنعه إنه لازم يرجع لأرض العزة لأن سكار حولها لمكان قبيح جدا، ولكنه بيرفض وبتيأس إن هو يرجع معاها وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بيكون سيمبا في الغابة بيتمشى وبيظهر له القرد رفيق، ولما بيسأله سيمبا أنت مين؟ فبيقول له القرد إن هو عارف هو يبقى مين، وإن سيمبا هو اللي المفروض يعرف كويس هو يبقى مين. بيكون سيمبا حزين وبيقرر ان هو يسيبه ويمشي، ولكن القرد بيقول له انه يبقى عارف والده موفاسا كويس، وبيقول له ان موفاسا لسه عايش وان هو عارف يبقى فين بالظبط، فبيقرر سيمبا ان هو يمشي وراه. بياخدوا رفيق لبحيره وبيبص فيها سيمبا، وفعلا بيظهر له وش موفاسا في الميه، وبيقول له ان هو لازم يعرف هو يبقى مين، وان هو سيمبا ملك ارض العزه الحقيقي. وهنا بيقرر سيمبا ان هو يرجع لارض العزه مره تانيه. بيرجع بعد كده سيمبا وبيلحق نالا، ولما بيقرب من أرض العزة بيظهر الطائر زازو اللي بيكون مبسوط جدا إن سيمبا لسه عايش، وبنعرف إن في ضباع كتير على أطراف الغابة، وهنا بيقولوا إن لازم يبقى في حيوان مليان لحم يشتغلوا فيه ويجروا وراه كمان، وبيبصوا البومبا اللي بيوافق إن هو يخدع الضباع وبيظهر قدامهم، ولما بيشوفوه بيفضلوا إن هم يجروا وراه. بنروح بعد كده لسكار اللي بيتخانق مع والدة سيمبا لأنها بتكون رافضة إنها تعترف بيه، وفجأة بيظهر سيمبا وبيزعقله وبيقوله يبعد عن والدته، وهنا بتتصدم إن ابنها أصلا لسه عايش. بيقول سكار إن سيمبا هو اللي قتل أبوه وإنه ما ينفعش يكون الملك، وبيبدأ يهجم على سيمبا اللي بيرجع لورا لحد ما بيقع من على الجبل وبيتعلق بالمخالب بتاعته في الصخر. بيقول له سكار إنه شاف نفس نظرة عينين سيمبا لما قتل موفاسا، وبيهجم على سيمبا علشان يخلص عليه، ولكن سيمبا بيقدر ان هو يتعلق في شعره وبيقدر ان هو ينقذ نفسه وبيهاجم سكار، وبيبدا سكار ان هو يحس انه في موقف ضعف، فبيؤمر الضباع انها تهاجم الاسود، وفعلا بيحصل بينهم قتال عنيف جدا. بنشوف بعد كده بومبا وهو بيهاجم الضباع بكل قوه وبيقدر ان هو يخليهم يهربوا من قدامه، وكمان نالا بتهاجم زعيمه الضباع بكل قوه، حتى زازو الطائر بيحارب مع الأسود وبيقدر إن هو يخلص على الضباع بكل ذكاء. بيشوف بعد كده سكار الضباع وهي بتهرب من المكان وبيحاول إن هو يهرب هو كمان، ولكن سيمبا بيطرده لحد ما بيوصلوا لحافة الجبل، وهنا بيترجى سكار إن هو يرحمه وما يقتلوش، وبيقول كمان إن الضباع هي السبب في كل اللي حصل وإن هو كان ناوي يخلص عليهم في أقرب وقت ممكن، ولكن سيمبا بيقوله إنه مش هيقتله، وبيأمره ان هو يخرج برا الغابة وما يرجعش مرة تانية. ولكن سكار بيرجع فجأة وبيبدأ يهجم عليه علشان يقتله، وهنا بيهجم عليه سيمبا بكل قوة وبيقدر ان هو يتغلب عليه وبيوقعه من فوق الجبل، وبيكون الضباع تحت الجبل وبيكون معاهم شانزي زعيمة العصابة، وبتقوله انها سمعت كلامه مع سيمبا وان هو كان ناوي يخلص عليهم، وبتأمر كل الضباع ان هم يهجموا عليه، وفعلا بيهاجموه وبيخلصوا عليه. وبيرجع بعد كده سيمبا ملك لأرض العزة اللي بترجع مكان جميل كله هدوء وعدل تحت حكم الملك سيمبا. بيتجوز سيمبا من نالا وكمان بيخلفه شبل صغير، وبنشوف القرد رفيق وهو بيقدم للحيوانات أول أمير للغابة تحت حكم الملك سيمبا، وبيكون كل الحيوانات فرحانين بالأمير الجديد. وبس كده لحد هنا بتنتهي الحلقة بتاعتنا والفيديو بتاعنا، نتمنى الاتنين يكونوا عجبوكم، لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد، اشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة، وسلام.